عندك طلابك، عندك بتتعامل مع شباب صغار في السن، بتتعامل مع ناس في دورك، بتكتسب منهم تجارب. يعني الحياة جميلة صراحة، يعني حسيتي بالمتعة في الحياة العملية نعم. وفي نفس الوقت أكيد عندك حياتك الخاصة طبعا وحياتك طبعا الأسرية، طبعا زوجك، أطفالك، عيالك، البيت، نعم دايما يعني بيكون في كذا جانب للمرأة عموما. نعم كيف المرأة عموما بتقدر توفق في الحاجات دي، ودكتورة نهى خصوصا والمسؤوليات الكثيرة جدا والله انعائد في عليكي؟ مسؤوليات كثيرة وفي مجازفات وفي ظروف، لكن الحمد لله رب العالمين. أنا دايما بشجع البنات تحديدا، إنه بقول لهم يعني أصله البنت ما تخلي طريقة ولا تخلي تعليمة، يعني الحياة مشاركة. صح، إذا كانت بين الرجل والمرأة، أو بين المرأة وهلا، أو بين المرأة والمجتمع، طيب، هي يعني الحياة طبيعة المشاركة، طبيعة التسامح، طبيعة العدالة. يعني كل الأديان السماوية حرصت على ذلك. عشان كده يعني احنا ديننا الحمد لله رب العالمين فيه كل ما هو جميل، وكل ما هو يعني عاطفي، وكل ما هو صح، فيه مشاركة، عدالة، تسامح. دي صفات يمكن هي يعني صفات بتخلي الإنسان إنه يعيش سعيد. تمام، لكن مع ذلك يعني ممكن احنا بظروفنا وبطبيعتنا صح، السودانية بمشاكلنا ممكن تحصل لك يعني مشاكل ومجازفات كثيرة جدا. يعني أنا من ضمن الأشياء، يعني أنا اتزوجت وأنا طالبة في الجامعة في سنة تانية. الحاجة دي يمكن يعني برضو خلتني أكون قوية شوية حلو، يعني وقراراتي نعم اديتك تجربة كويسة. فيها تجربة. غير كده يعني أنا يمكن كنت يعني صغيرة في السن شوية، يعني في فترة الزواج، لكن الحمد لله رب العالمين كثير من الناس يعني ربنا سبحانه وتعالى غيض لي كثير من الناس ساعدوني، حلو، يعني سواء كان من الأسرة أو من أهل زوجي، أخوانه، أخواته، هو ذاته يعني في شخصه له يعني الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى، ربنا يخليه يعني لك. في توفير كثير من الظروف صح، صراحة. يعني أنا ما أجحف حقه، يعني له عنده التحية من هنا ولكل نعم هو أسرتك. عليه التحية، وهو يعني في عمله إن شاء الله، وربنا يديه الصحة والعافية. ويعني دايما أنا يعني حتى بناتي الآن بقول لهم يعني الوحدة لو اختارت طريق من البداية هي مؤمنة به، أنا تخيلي إنها حتنجح. حلو، طيب اختيار الطريق، وانت ذكرتي انه في ظروف بتكون ما مساعدات، يعني نعم انت ست بيت، ربة منزل، زوجة، عندك علاقات اجتماعية وشغل، إدارة الوقت، كيف بتقدر، أهم الظروف هو الوقت، كيف بتقدر تدير الوقت، وفي والله رأيك المرأة عموما نعم شكلها نعم كيف؟ والله هي إدارة الوقت دي طبعا هي تخصص وهو علم طبعا بأكمله. فنحن عندنا إدارة الاتصال، وعندنا إدارة العلاقات العامة، وعندنا إدارة الوقت، وعندنا إدارة الأزمات. طيب إذا هو ما مدروس لبعض نعم السيدات كيف بيقدر إدارة عليه؟ الوقت يعني نحن في السودان الوقت ما حقنا، صح، في حاجات كثيرة وعوامل كثيرة جدا وتفاصيل في المجتمع السوداني ممكن تخش عليه، لكن بشي من التنظيم، بشي من الترتيب، بشي من الترشيد، يعني بشي من التخطيط. اللي هي تحاولي تخططي جوانب الإدارة. جوانب الإدارة، ودي أصلا هي عناصر الإدارة، صح، عناصر الإدارة. فإذا كان الإنسان بيقدر يخطط، والتخطيط ده ما عايز له علم ولا داير زول يكون في الجامعة ولا زول دكتور، لا أنا ممكن أخطط على المستوى الشخصي. وبعرف ستات بيوت كثيرين جدا مخططين ومرتبين لأنه البيت ومنظمين. مؤسسة. نعم والبيت مؤسسة ومدرسة بحالة، وبيساهموا في التخطيط حتى لأزواجهم. جميل، عشان كده احنا بنقول انه يعني دايما عندنا في التدريب بنقول انه الانسان يكتب حاجاته، يعني كل ما انت كتبتي حاجاتك بتكوني مرتبه. فاتخيل لي حاجات اليوم باليوم، الاجنده دي مهمه جدا، يعني في ناس بيحتفظوا بيها كده في مكاتبهم، لكن بنقول لهم شنو؟ رتبوها. يعني انا الليله مثلا عايزه اعمل حاجه من الساعه 7 للساعه 8، بكون عارفة نفسي انه خلال اليوم انا دارس اسوي شنو. في الوقت ده عندك شغل. ما لم تحصل لي تغييرات او ظروف تدخل، مثلا وفيات، مجاملات، مناسبات ممكن تخش في النص. لكن الحياة عموما الترتيب فيها من الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يعني خلق الانسان في احسن تقويم، قادر انه يعني يرتب له صح وينظم له حياته. صح لكن احنا
معتادين يعني، يتعودنا على كثير من الحاجات، وبقت بالنسبة لنا يعني إدارة الوقت مهمة، خاصة إنه نحن الآن بنشغل بعض المناصب، إنك أنت تخش اجتماعات، عندك كثير من الحاجات المهمة المفترض أنت تمشي لها، دار تجامل الناس، فإدارة الوقت أنا أفتكر إنه هي مهمة جدا، ومفترض إنه أي واحد فينا يشتغل بها. طيب أنت إنسانة إدارية، نعم، وعميد كلية علوم الاتصال، بتكوني شايلة عدد من المكاتب الإدارية تحتك بالإضافة لاحتياجات الطلاب. نعم. طيب خلينا شوية ندخل على بيتك، نشوف المؤسسة الصغيرة دي. أنا الحاجة اللي عرفتها إنه ما شاء الله أنت أم لخمسة أبناء. أيوة نعم. كيف قادرة تديري المؤسسة دي؟ عرفينا مبدئيا على أسرتك، على جو البيت، على أولادك. والله أنا عندي الحمد لله رب العالمين، يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، عندي بنتي الكبيرة في رابعة طب، ما شاء الله، عندي بعدها في توأم، اللي هم الأبناء ديل فيهم اثنين توأم، بنت ولد، برضو الولد بيقرا طب والبنت بتقرا طب أسنان. جميل، ربنا يحفظك. عندي زول ممتحن تامن، بنية، وعندي يونس ربنا يدي الصحة والعافية في رابعة، ومرح دي عمرها 3 سنوات. ما شاء الله، ربنا يحفظهم بإذن الله. آمين إن شاء الله يا رب. طيب التدرج في الأعوام ده، تلقي هنا في زول عمره في فوارق. أيوة. نعم، السن، هي طبعا البيئة. أيوة نعم. أنا أولادي الفرقة بيناتهم كبيرة شوية، يعني أقل عمر بين الكبير والأصغر منه بكون 4 سنة، وده يمكن أنا شخصيا أتاح لي فرصة إنه أواصل تعليمي. جميل. وبمساعدة من زوجي، ويمكن يكون يعني له الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى في كثير من الحاجات، في ترتيب البيت نفسه، في مراعاة يعني رعاية الأبناء، وطبعا إدارة مؤسسة في البيت، البيت أصعب من الشغل. صح. يعني إدارة البيت أصعب من إدارة المكتب. الحياة بتكون ما واضحة. نعم، ما واضحة. وغير كده يعني في فوارق، يعني عندك زول في الجامعة. صح. وعندك زول مختلفة تماما، بيئة مختلفة من الأطفال الصغار، فعايزة أشارك هنا وعايزة أشارك هنا، عشان كده مرات في حاجات بتكون على حساب حاجات تانية. طيب وأكثر حاجة يعني ممكن تكون مزعجة أنا بالنسبة لي المرقة. إنك أنت تكون طالع ولا في مجاملة ولا في سفر. دي لأنه نحن الاثنين من الأغاليم يعني. ما بيجوا الاثنين مع بعض. طيب أيوة. بين اولادك ذاتهم ورؤيتهم لامهم الانسان الاداريه اللي بتطلع الشغل من الصباح وشخصيه حازمه وبتيجي راجعه البيت بيكون عندك شويه حنيه. والله كيف قادره تفصل الحاجتين دول من بعض؟ والله اولادي اصلا الصغار ديل لو بمرادهم انا ما امشي الشغل خالص. اي لكن بعد ذلك بيبقى في تفاهم انه احنا بنوفر حاجات معينه عشان الشغل ذاته فيه، طبعا ما في حد بيقول ما داير الشغل. صح طبعا. بالذات نحن في الظرف الاجتماعي والاقتصادي والمعنوي، جانب التغيير مهم جدا انه المرأة يعني تكون متعاملة في او عندها فرصة انها تشتغل، عندها فرصة انها تقرا. يعني انا دائما مثلا جاراتي بقول لي والله نحن ما انتم الشغالين المرتبين قادرين تعملوا حياتكم. نعم، بترتبوا زمنكم. صح، بنرتبوا على حساب نفسنا وعلى حساب حاجات كثيرة، انه احنا ما مرتاحين غاية الراحة. يعني مثلا نحن ما معتادين انه بعد صلاة الصبح ننوم اصلا، يعني من صلاة الصبح. بالرغم من كده حاسة انه انت في تطور في حياتك العملية والاسرية. اكيد اكيد، الحمد لله رب العالمين، يعني ده توفيق من ربنا. الحمد لله. شفتي اي نظام، اي تنظيم، اي درجة بتاعت نجاح هي توفيق من الله سبحانه وتعالى، زايد ذلك انه الانسان يرتب حياته ويكون هو يعني عنصر فعال. عشان كده يعني انا بقعد مع اولادي كتير وبونسهم وبتونس معاهم وبشوف في افكارهم في شنو، بصاحبهم منو، بشيل تلفوناتهم، يعني عادي الحاجه دي متوفره الحمد لله. ويمكن يكون زي ما قلت لك في الاول انه الصعوبه الحقيقيه في انك تدير المنزل. طيب اداره المنزل فيها صعوبه، لكن إدارة المؤسسة اللي أنت بتكوني موجودة فيها من بداية اليوم لحد نهايته، أنت مريتي فيها بمراحل. نعم. بديتي كرئيس قسم للصحافة. نعم. من ثم رئيس قسم للإذاعة، من ثم عميد كلية علوم الاتصال. لا، من ثم أستاذ محاضر. كنت منسقة الدراسات العليا، بعدها كنت نائب عميد الطلاب. وأصلا كنت محاضرة من البداية، و
الآن العميد، لكن دائما الإدارة لما تجيها يعني ستيب باي ستيب، تجي يعني خطوة خطوة ولا تمشي من قسم لقسم، بتكتسب أكتر، تكون عندك معرفة بالناس أكتر، بتعرف الجو اللي حواليك أكتر، تقدر تتعامل مع الناس. وطبعا يعني الناس كله شخص عنده حاجات معينة. عموما الإدارة في الأكاديميات ما صعبة، لأنه بيكون في تواصل فعال بينك وبين رؤساء أو الناس اللي أنت بترأسهم، في حميمية. يعني إحنا في جامعة السودان تعلمنا كثير، يعني جامعة السودان أسرة واحدة، لهم التحية أسرة واحدة، الطلاب والأساتذة وكل العاملين بالجامعة، يعني التحية لهم. أول حاجة الطلابي فردا فردا، وهم الآن يعني في إجازة، وبكرة عندهم أول يوم في تدريب، عندنا دورة تدريبية بالتوفيق إن شاء الله. أيوه، من المكان ده بقول لهم تعالوا للدورة التدريبية، ده إعلان. يعني إن شاء الله تكون دعوة جميلة. طيب، من التطور الأكاديمي للمشاركات المختلفة، الحاجة المميزة جدا في شخصيات كل إنسان ناجح مشاركته في الأعمال الجماعية، مشاركته في الخارجية. أيوة نعم. مشاركاتك في اللجان الخارجية كيف شكلها؟ والله أنا طبعا بحب العمل الجماعي، وبحب يعني أستيم ويرك، الناس إنها تشتغل مع بعض، واستفدت كثير من المشاركات الخارجية. يعني أنا شاركت يمكن في أول حاجة شاركت في دورة تدريبية أو في رحلة علمية، هي في الحقيقة كانت لجامعة العلوم والتقانة في ماليزيا. جميل. ودي واحدة من أهم يمكن الفترات الجميلة أنا في حياتي صراحة، لأنه طبعا بلد جميلة، السفر فوائد السفر كثيرة جدا، رحلة طويلة جدا 18 ساعة، صح. يمكن فيها الصبر، نعم، فيها كونكشن، فيها تعود الصبر، تعود طولة البال، التعامل مع الناس، التواصل معهم، الرفقة، حب الناس ليك وليهم، التعامل مع الطلاب نفسهم، بتتعرف على ثقافة تانية، خاصة انه نحن نقلنا معانا ثقافتنا يعني في اكلنا وشرابنا وحاجاتنا كلها. وزمان يعني في مجال الثقافة ده، انا اشكر حديث للطيب صالح، قال الثقافة، بتكلم عن ثقافتنا السودانية، وقال انه الثقافة هي ترويض الوظائف الانسانية، يا سلام، للاستيفاء بنصيبها من الحياة الفضلة. يعني افضل ما يصليه الانسان انه يروض نفسه على وظائفه اللي اداها له والله سبحانه وتعالى. بالضبط، عشان يكون انسان منتج. بالضبط كده، يكون انسان منتج، يكون انسان فعال، يكون عنده، اهلنا زمان يقول لك فلان ده دايرين منه رجا. طبعا. دايرين منه رجا معناها شنو؟ معناها يعني دايرين منه منتج. طور لنا دايرين منه حاجة، يعني دايرين منه يطور البلد، يطور المجتمع. الفترة الثانية اللي هي المشاركات على مستوى المؤتمرات. يعني أنا شاركت في عدد من المؤتمرات في جمهورية مصر العربية. ويمكن نحن يعني كثير من المشاركات في مصر كان لها يعني كثير من الفوائد. أول حاجة الفوائد على مستوى إفريقيا، إنه تعرفنا على أفارقة، تعرفنا على عادات وتقاليد الموريتانيين، أخذت من هنا ومن هنا. نعم، أي كل الأجناس، غرب إفريقيا كلها، جنوب إفريقيا، غانا، غينيا، السنغال، دول كلهم كنا بنلاقيهم في المؤتمرات. برضو أصحابنا في المغرب، أهلنا في الجزائر، تونس، مصر نفسها، جنوب مصر، كلها جامعات يعني مختلفة تعرفنا عليهم. برضو أنا كان عندي يعني حتة مهمة جدا، اللي هي كان عملت دورة تدريبية في الصين. والدورة دي كانت قامت بها الأكاديمية الوطنية للتدريب في المجال ده. أنا بحيي كل الناس المدربين، وطبعا التدريب المحترف، أنا مدرب محترف والحمد لله عملت عدد من الشهادات فيه. التدريب أفادني كثير، لأنه التدريب بغير حياتك توتالي. هو اللي بيساعدك على تنظيم كثير من الأشياء. أي حاجة بيساعد على التنظيم، بيساعد على اهتمام الشخص بنفسه. ودي من أهم الأشياء. نعم، بالفتك تهتم بنفسك يعني بتنتجي. نعم نعم،
بلفتك دائما لانك انت يعني تحاول تطور ذاتك ويكون عندك قابليه للحياه. حلو. وانا تخيلت التدريب هو ما مقصور على الناس المتعلمين، اي شخص ممكن يتدرب. ممكن يتدرب. ممكن يتدرب، ممكن يحضر دورات تدريبيه، يعني حتى على مستوى البيوت الدورات التدريبيه في الاكل، في الطبيخ، في الثياب، في غيره في غيره، دي كلها ممكن. في اهتمامات المرأة. اهتمامات المرأة بنفسها، بزوجها، ببيتها، بأولادها. ما كمان نحن برضو يعني في البيت نحن ستات بيوت، فمفروض نهتم بالجانب ده يعني. طيب يا دكتورة مهم احنا يعني. قبل ما نطلع من النقطة بتاعت الاهتمام بالحاجات الدورات التدريبية سواء كان على إطار المرأة أو على الإطار العام. نعم. أنت ذكرتي نقطة مهمة جدا، إنه أنت استفدتي من الدورات التدريبية الخارجية. نعم. ومن معلوماتنا إنه أنت تقلدتي منصب باليونسكو. نعم. رؤيتك له ورؤيتك للقيادات النسائية عالميا شنو؟ السودانية خصوصا. والله أنا ذكرتيني بفترة جميلة جدا يعني. طيب الحمد لله. اليونسكو. أنا برسل تحية كبيرة جدا لبروف شفا عبد القادر، هي الآن مدير كرسي اليونسكو للمرأة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة السودان يعني مدينا هالكرسي ده، هو كرسي قيم جدا لأنه خدم لنا قضايا كثيرة جدا، قضايا التنمية المستدامة. جميل. يعني قضايا المرأة تحديدا في التعليم، في الصحة، المرأة والاتصالات، المرأة والمعلومات. نحن عملنا ورش كثيرة جدا في الجانب ده، وأنا قضيت معاها يعني فترة جميلة، يعني يمكن من أجمل الفترات. ليه؟ لأنه كنا بنعمل كوليكشن انفورميشن لمجالنا. يعني حتى الاتصال ذاته دخلناه في الكرسي، وأصلا هو يعني برنامج من برامجه، حاولنا انه نعمل علاقات مع الصحفيين، مع تلفزيونات او القنوات الفضائيه السودانيه وغير السودانيه. برضو يمكن يكون عنده كان مساحه كبيره جدا في الغرة. يا سلام. يعني انا مشيت انتشرته خارج مشيت المدينه لاماكن خارج النساء في الريف، يعني واحده من اجمل المناطق نحن مشينا، يعني مناطق اطراف الخرطوم. وعندنا زميلاتنا وصلوا لحد بور سودان ومناطق دورديب ومناطق أروما وغيرها من المناطق وحلايب. يعني بتحاولوا تستفيدوا من المناصب الخارجية في إفادة البلد داخليا. نعم بالضبط كده، وفيها كثير من الفوائد، حتى الفوائد المادية يعني فيها فوائد مادية بالنسبة للمرأة في الريف. في نساء اشتركوا في دورات تدريبية وفازوا فيها، في نساء يتعلموا كثير من الحاجات داخل كرسي اليونسكو. جميل. يعني كانت عندك سلسلة من التطورات المختلفة في حياتك المهنية. احنا لسه متواصلين طبعا معاكي، لكن أصدقائنا نستأذنكم حنقطع الحوار اللطيف ده لفاصل قصير ونرجع نعاود من تاني. اهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، عوده من جديد من الفاصل القصير جدا، وعوده للرواح مع ضيفتنا الدكتوره نهى حسب الرسول. اهلا وسهلا بكِ، وان شاء الله تكوني مستمتعه معنا بالجلسه الخفيفه دي. والله انا مستمتعه وصراحه الجو جميل يعني. طيب بما انه الجو جميل ولسه احنا محلقين خارج حدود الوطن في الدورات التدريبيه الكثيره اللي عملتيها وفي موقعك في اليونسكو، صراحة موقع السيدات رأيك فيه شنو، خصوصا النساء السودانيات من رصيفاتهم من السيدات العربيات أو الأجنبيات؟ والله أنا يعني عموما يعني تحيتي كبيرة للمرأة السودانية. الفتحية أكيد. في أي مكان وفي أي زمان وبأي شكل من الأشكال، وإذا كانت مهنية أو موظفة أو عاملة أو ربة منزل. التحية. وبقول انه يعني دائما المرأة السودانية مرأة لطيفة وعفيفة ومرتبة. يا سلام. اصلا ما اشتغلت شغل بر السودان لقيت المرأة ما صادقة السودانية تحديدا. يعني احنا برصيفاتنا نحن صادقين جدا، وتعاملنا دائما باخلاص وبنخلص النوايا. شغل المرأة انا ما يعني ما انحياز للمرأة، لكن بقول انه المرأة العاملة تحديدا ناجحة. أنا ما أقدر أقول أنجح من الرجل عشان الرجال يقولوا
والله الدكتوره دي عندها راي فينا. لا هي بس انت رايك انه هي مخلصه، لكن راينا هي مخلصه، وكل ما تديها شغل بتخلص فيه. جميل. وبعدين بتخاف على وضعها، يعني بتخاف على وجودها. يعني تلقي الموظفه مهتمه انها تجي من الصباح، تلقي العامله موجوده صباح بدري. يعني يعني انا خلال تجاربي كلها بقول المراه السودانيه عانت ونجحت وكافحت واجتهدت. يا سلام. وانا بعرف انه كثير يعني حتى زميلاتي بعرف انه واحدين يعني فتحوا بيوت، البيوت دي هم مسؤولين منها تماما، وبعولوا اخوانهم، ويعني رسلوا رسائل يعني كبيره جدا للمجتمع السوداني، وحافظوا على نفسهم وحافظوا واجتهدوا، وحتى ما اخذوا حظهم من الحياه. يعني ما تزوجوا، ما عاشوا حياتهم بالصوره اللي هم عايزينها. يعني الرضا بالنسبه لهم كان نعم يقدموا رضا الأهل. رضا رضا تام، يعني انه هم يعني راضين عن نفسهم لانه هم قدموا رساله وربوا ايتام وعالوا اسر وعلموا اجيال، وكان ده فخري بالنسبه لهم. يعني انا كثير من الاسر بعرف يعني ناس يمكن جاهدوا في المجال ده، او بنات جاهدوا ويعني وخلوا نفسهم. المراه السودانيه برضو بعاداتها وتقاليدنا بتلقاها برا السودان بتحاول يعني تحافظ على مخزون الثقافي السوداني عشان ما يعني يندرج تحت نعم الثقافات الثانيه. نعم عندنا يعني نساء بيمشوا معانا مثلا في المؤتمرات بيكونوا مصرين انه يلبسوا الثياب. طبعا طبعا بيميز. وهو يعني التوب السوداني ده، يعني انا يمكن امبارح شاهدت يعني حلقه في عرب جوت تايلاند في مجموعه من بنات الاحفاد سالوثي البنوت. بالضبط. لهم التحيه طبعا. يعني اجمل ما عجبني فيهم الثياب السوداني. صح. يعني لابسين ثياب لون ساده بالوان يمكن قريبه من علم السودان. وده انا اتخيلي دي يعني ده انتماء. رسائل واضحه. انتماء، دي رساله واضحه جدا. ونحن طبعا زمان كنا قاعدين نقول نحن اعلاميين، لكن نحن مشكلتنا في السودان ما عارضين ثقافتنا. الاعلام ما عارض ثقافتنا بصوره كبيره. طيب العمل الاعلامي شايفه انه هو دوره الاساسي انه يعرض الثقافه؟ يعني مثلا طبعاً زي المثال اللي انت ذكرتيه وده عرض للثقافه السودانيه. اكيد اكيد. يعني الثقافه السودانيه هي الثقافه دي شنو؟ الثقافه دي هي المعتقدات، القيم، العادات، التقاليد، طبعاً. العرف، التراث، حتى نوعية المأكل، المشرب، الملبس، المسكن، دي المفروض تتعرض. احنا عندنا فنون، عندنا فنون تشكيلية، عندنا فنون تعبيرية، عندنا غناء، عندنا موسيقى، عندنا بنات بيرسموا. يعني هسه احنا عندنا في كلية الفنون الجميلة اجمل الاشياء بتلقيها. يعني كده لما تلقي البنات بيرسموا وبيعملوا في حياة زي دي لما تتكيفي. طيب وين ده؟ ده وين؟ يعني العالم مفترض يشوف الحاجه دي. يعني احنا عسي لما نمشي رحله علميه للنقعه، للمصورات، لاماكن الاثار، لما نمشي المعارض، معارض طلابنا في جامعات ثاني، بنقول انه الثقافه دي ما تكون حبيسه السودان. بالعكس، مفترض تكون عندنا غنوات شبابيه ثقافيه موجهه تحديدا للثقافه السودانيه. الثقافه السودانيه عنوان كتاب تحت الطبع. نعم. ضمن المواهب الخفيه. بالضبط كده. نعم. دكتوره نهى. نعم. كلمينا عنها. انا بدرس ماده الدراسات السودانيه، والماده دي هي اصلا ده محورها. الثقافه تتكلم عن الثقافه السودانيه، بسموها دراسات سودانيه اللي هي سودانيز ستاديز. ونحن بنقول الثقافه السودانيه ليه؟ لانه في محور كامل جواها عن الثقافه السودانيه. تتكلم لنا في الثقافة السودانية، تتكلم لنا عن الإنسان السوداني وعاداته وتقاليده وقيمه، تتكلم عن الفنون، تتكلم عن القصة والرواية والكتابة، بتتكلم عن كتاب ورموز وأعلام سودانية، يعني زي الطيب صالح أنا اديتك له نموذج في الأول، بتتكلم عن شعراء بلادي. يعني قصائدهم للأسف يعني حبيسة الأدراج. ما لاقي النشر بالصوره الكافيه. عشان كده نحن يعني اول حاجه يعني بنقول لناس التعليم العالي وجزاهم الله خير، وبنرسل لهم تحيه كبيره انه هم دخلوا لنا دراسات سودانيه ضمن المنهج الجامعي الجامعات. نعم.
وموجودة، مطلوب تعليم عالي، مطلوبة جامعة، لكن أساسية يعني ساعاتها محددة. بنقول إنه المادة دي لو توسعت شوية في المنهج والطلبة لقوا حظهم من الثقافة السودانية، لأنه إحنا الليلة لو لاحظتي أنا عندي كتاب تاني عن الاستلاب الثقافي بالضبط للشباب وللشباب وكانت رسالتي بتاعت الدكتورة في المجال ده اللي هو دور القنوات الفضائية في ترتيب أولويات الشباب تجاه القضايا الثقافية. أخذت منها بس اهتميتي بالثقافة السودانية كثير. نعم، وأخذت منها بس الاستلاب الثقافي اللي هو وجود ثقافة جديدة، والشخص المستلب ثقافيا معناه انتزعوا ثقافته وجابوا له ثقافة بدلة. وده نحن لهسه الحاصل عندنا انه نحن بنسمع اغاني انجليزيه صح. اولادنا او اولاد المجتمع السوداني بغيروا من شعرهم، بغيروا من شكلهم، بيلبسوا لبس ما حقنا. الاهتمام بثقافات غير السودانيه. نعم، نحن ليه نحن ما نرجع بثقافتنا ونخلي الثقافه نحن بنسميها الثقافه المعلبه اللي هي بتجيك في شكل اطار او عندها كفر قالب. نعم، عندها قالب والقالب ده أشكال وأنواع، تجيك في معلبة، في شكل قصص، في شكل أغاني، في شكل موسيقى، في أشكال قصصية يعني حتى عندها تأثيرات، فيها تأثير عقدي زي وجود أكثر من إله، أفلام الكرتون، الأفلام يعني أنا بقول عليها أفلام غزيرة صراحة. يعني الحاجة دي هي اللي عملت استلاب، فيها تأثير كبير جدا، وممكن يعني الناس تقيس على مستوى الأسرة يعني بتجي تلقي إنه الاهتمام الكبير بالأشكال والنماذج الموجودة في الغنوات الفضائية الغير سودانية. عشان كده نحن محتاجين حتى في الغنوات الفضائية السودانية نحن دايرين وين حاجة الحبوبات، وين التراث الشعبي السوداني، وين القرى السودانية، نعملها زي ما القرى التراثية زي ما عاملينها المصريين. يعني احنا لما نمشي لهم بيزورونا القرية الفرعونية وبيتمتعوا بثقافتهم انه يحكوا عنا وعن الفراعنة وامجادهم، ما احنا برضو عندنا كمان ثقافة. يعني انت بترسلي رسائل عبر الكتب اللي انت كاتباها دي للمجتمع السوداني. أيوة. انهم ينموا ثقافة. نعم. المجتمع. نتكلم عن الشباب ومراحل الشباب والمراحل المختلفة لهم وتعريف انهم ذات الشاب هو شنو وعليه شنو وثقافته نوع شنو ومتين بيستلب ثقافيا والتنشئه الاجتماعيه ودور الحقيقي في الثقافه لانه ده ارتباط. يعني احنا عندنا الشخص المثقف ما معناه الشخص اللي بيقرا جامعه ولا لا، هو معناه الشخص اللي بيتطور ويطور نفسه بغير الاسلوب الاكاديمي. جميل. غير اسلوب اخر مختلف. غير اسلوب المحاضرات. نعم. يكون موجود وقاعد في التلفزيون وبيحضر مثلا في برنامج، مثلا لو اخذنا مثال حتى تكتمل الصوره يكون فاهم انه البرنامج ده بيعكس قضيه معينه. القضيه دي فيها قانون وفيها محاكم وفيها مشاكل وفيها كده، يتكلم عنه ويقول دي مناظره، يفهم يعني شو مناظره. يعني يبحث، يكون باحث في اتجاهات كثيرة. نعم. طيب الثقافة والمرأة والعمل الإعلامي نوع من أنواع البحث. نعم. ونوع من أنواع البحث عن الثقافة خصوصا. نعم. نعم. العمل الإعلامي بالنسبة للمرأة بالتحديد مؤخرا هي ولجت له وعندها حضور واضح. نعم. رؤيتك شنو للمرأة السودانية العاملة في مجال الإعلام وتطورها؟ والله أنا يعني بحيي المرأة الإعلامية في مجال الإعلام في السودان كله، سواء كانت على مستوى الأكاديمي أو مستوى القنوات الفضائية أو الإذاعات المختلفة. وبقول إنه يعني بناتنا موجودين ومجتهدين يعني يقدموا كل ما هو جميل وكل ما هو متطور وكل ما هو فاعل عن السودان وعن قضايا السودان المختلفة. عندهم حضور وعندهم وجود. صح، عندنا تحفظات على كثير من الأشياء. ونحن زمان لما بدينا في الإعلام قالوا لنا ما تبقوا مذيعات في الأول. ليه؟ بالرغم من الرؤية كانت هنا. الرؤية كانت إنه يعني في جرأة. يعني سنة في التسعينات، نهاية التسعينات وأول الألفين ما زي الآن. صح. الآن يعني أنا ممكن أكون أقدم برنامج، أكون باحث في واحد من القنوات الفضائية،
ويعني ما في غرابة. لكن نحن يعني عاداتنا وتقاليدنا شوية كان فيها إجحاف للمرأة. لكن يعني حاليا الوضع تطور. نعم، حتى التعليم ذاته يعني بالرغم انه تعليم المرأة بدا بدري. يعني الشيخ بابكر بدري بدا لنا 1907 بأول شغل للمرأة. صحيح. كان في رفاعة ونقلوا وجابوا هنا وطور بناته وكريماته وبنات اخوانه. نعم، وكان في النهاية اللي هي جامعة الأحفاد واحدة من أرغى وأعرق الجامعات المهتمة بالقضايا الإنسانية كلها. يعني أنت مهتمة بالعمل الاجتماعي ومهتمة بالعمل العام ومهتمة بقضايا المرأة ومهتمة بالجوانب الأكاديمية والجوانب الأسرية. أمسيتنا الليلة كانت جميلة جدا معك، وسعيدين حقا باستضافتك عبر رواح. نورتينا دكتورة نهى حسب الرسول. يديك العافية، وأنا سعيدة جدا في قناة الشروق، القناة الشبابية بقول عليها، ومن أكثر القنوات الجاد داخلة لنا كده في كثير من الحاجات يعني في المجتمع السوداني، غرست حاجات جميلة وقيمة. وبرسل تحية لكل العاملين في القناة من إدارتها لأقل وظيفة، بقول لهم كل سنة طيبين بمناسبة كل الأعياد الفاتت والجاية. الله يديك مناسبات بالجملة. أيوة نعم، شكرا. وأخيرا كان عيد الأم. شكرا لك كثير. الله يسلمك. تسلمي. مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحايا الصحة والعافية. كان نهاية مشوارنا معكم اليوم من خلال برنامج رواح. في الختام تقبلوا دوما وأبدا تحياتنا، ونختم بكورال جامعة الأحفاد خالص التحايا. انتي مين زيك مسيلة؟ آه.
أشباح ديما بكل تفاصيل الحميمة. الوطن أشباح ديما بكل تفاصيل الحميمة. أصله ما تنكرت إليه ما جي زورك ضربة فيه. أصله ما تنكرت إليه ما جي زورك ضربة فيه. أنت بتعز وخليلة الوطن عشقه ديما وبكل تفاصيل الحميمة. الوطن عشقه ديما بكل تفاصيل الحميمة. أصله ما تنكرت إليه ما دي زورك ضربة فيه. أصله ما تنكرت إليه.